السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الأمين غويري، وين ثلاث وعود من بالماضي إلى غويري تقربه من حمل قميص الخضر. هذه لعاب بمواصفات لعاب عالمي، لعاب ملقب ببنزيما الجديد، وين عنده حلول هجومية خاصة. وين احنا كما يقول اش عمل واحد قال لك تهضر على ديلور، وانت يا تقول يا ودي انا نجيبوا اللعابة، جيبوا اللعابة وين ما تصيب لعاب جيبها. الجزائر انتم الجزائر تاع فلان وفلان، الجزائر تاع الجزائريين، وين ما نصيبوا لعاب نجيبوه. ما نديروش الغلطة اللي داروها هذه الاتحادية نهار اللي دارت بيان قالت لهم لازم دروك لعاب في الطرواز. ها راهم بزاف لعابة، غير بسياسة كاين بزاف لعابة تصوروا بالباسبور وتصوروا بالعلم تاع الجزائر وما عيطولهمش. يا مستوى الناس اللي ولا يقول لك اللي بيجي لازم يديكلار اي اللي يلعب في الطروازيام ديفيزيون كاتريام ديفيزيون، يجي يقول لهم انتم انا ولا لعاب عندي لا ليسونس نلعب في الخارج بين لعب الجزائر مرعى. لازم قيمه تاعها، ولازم هذه من فاشل المسؤولين يتكلموا ذي الهضره. هذه كي يكونوا مسؤولين فاشلين يتكلموا ذي الهضره. حنا نقول لكم كي يكونوا عندك مسؤولين فاشلين يحوسوا على السهله، كيما جاوا بالسهله وبغاو انتخابات تاع الفيفا بالسهله، بغاو اللعابه يجوا بالسهله يحوسوا للسهله. قاعدين هنايا بيع وشري، واللي بيجي يلعب انا ليكيب ناسيونال خاطيتهم. عرفت شو كيفاش؟ وين ولاو يحصلوها في جمال الماضي. ما شتوش ضروك هذوك الجراو تاعهم كاع قلعوا ذوك لي فيديو تاع جاما بالماضي. قال لي ما يجيش لي ما يروح ما يجيش. خاطش علاه؟ هذه الاولى اللي نعرفو حنا، ولاو يمحو فيها، ولاو يمحو تعسيدهم اللي دار ذاك البيان الاولى، بيان تاع العار اللي داره مع الاول. من بعد شا ولاو يوجدوا هادو، خاطش علاه؟ هادو خبثاء. ولاو يوجدوا يا الجايه باللي مشي حنايا لونترينر اللي كان لهنا هو اللي منع ما بغاش يجيب اللعابه، ماشي احنا بغاو ينسوا الشعب. كيما تعاود لي بلعطوا شحال من خطره مي تهضر لهم تقول لهم جا زاتشي طرد، هو اللي طرد محرز، يقول لك اعطيني ادله. انت وين كنت ساكن؟ انت وين كنت ساكن؟ ما كنتش تتبع تبع، ما كنتش تتبع انت يا من 2019 ولي تتبع. خاوه ما تتبعوش وتكذبوا الغاشي، تبع باش ما تكذبش الغاشي. الكاراس كان في اسبانيا ولا هنا حق ما ناضوا بعض المحللين قال لك ماشي حق عليه زاتشي هو اللي يطرد اللعابه. نورمالمون يجي لونترينير يلغي اللعابه يدير قائمه ويدي ما يعيطش اللعابه. وين جما وين محرز هدر مع زاتشي، مين هدر معاه؟ قال له عندي 100 واحد كيما نتايا، قال له نصنع 100 واحد كيما نتايا. شو كيفاش اليوم جما بالماضي في الضربه تاع زيمبابوي ضربه الريح فاق باللي هادو صورتو تاع الايفا ما عندوش خزان. ها راه لعب في جوفنتيس عنده 18 عام و24 يوم دار تير جوفنتيس البارح. فرشتو ولا ما تفرشتوهاش؟ فرشت انايا نفرجها. ميلون جوفنتيس ميلون كامله بانيه الخطه تاعها على كريستيانو، خرج لهم كتكوت صغير برك، دار تير نجم طالع اي صغير 18 عام و24 يوم عنده دار تير. شو كيفاش على هذيك جاب بالماضي شاف ايفا ما عنده مكاش خزان، كاش ريزيرف مكاش. على راه قال لك ضروك نتكلم معاهم ونعطيهم المشروع تاعي ونعطيهم البرنامج تاعي. عرفت شو كيفاش؟ لازم تتكلم معاهم ولازم تعطي البرنامج تاعك ولازم تعطي المشروع تاعك، خاطش هادو تكونوا في الاحتراف، تكونوا في الاحتراف. هذا يهدر معاك مشروع يهدر معاك،
ها راه بن ناصر اللي ما سمعتوهاش كوهدرها كوهدرها طايدير، كانوا قاع ينوضوا قاع الزمامير يخرجوا يزمروا، بصح مي هدرها بن ناصر ما كاش خيره هدرت. الحمد لله يا ربي هدرنا، قلت لكم ها راه وينها. قال انا جيت مكه لا حب في ما لا حب في با لا حب في الجزائر لا حب منا، انا اللي جابني جابني مشروع، جيت نخدم على روحي، نلعب نجي نلعب نقدم كل ما املك من خبره، صح جاي خدام على روحي مشروع برك. هذه كهدرها كهدرها كيسمو هدرها طايدر يا ودي قاع يخرجوا قاع قصاص بيا يخرجوا يقسموا، النهار اللي هدر بالعيد هدر قاع خرجوا ولاو يقسموا عليه. كهدرها طايدر الهول هادو الهول يديروه، بصح هدرها بن ناصر ما سمعوهاش كانوا مقيلين. ثم بن ناصر هدرها مور الظهر واه مور الظهر تاع العصر، ايهما ميناضو كانت راحت الهدره داها الريح زربحها الريح في البحر ما سمعوهاش. يبدو ان امير قويري مهاجم نيس الفرنسي المعروف باسم بنزيما الجديد بات الاقرب من اي وقت مضى من تمثيل المنتخب الوطني خلال الفتره المقبله، ويعتبر قويري من ابرز العناصر في الدوري الفرنسي خلال الفتره الحاليه، حيث شارك مع نيس في 20 مباراة بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، ونجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة، يعني بين تسجيل وصناعة، وزاد ما راحش ديك البلاصة، زاد هذه المعلومة من العائلة، الحمد لله يا ربي، كذبتونا نهار الأول، من هدرت مع باباه باللايف وقال لي أنا ولدي 2022 يكون في الجزائر، وهذا الشرف لينا كبير. وين كنا دايرين مبادرة، درنا المبادرة الحمد لله يا ربي، درنا المبادرة باللي إن شاء الله، ودرنا ومازال مازال كاين مازال كاين مع العائلات، وشوية راهم شوية مترددين برك، هذا ما كان والدي وما كاين ليا متردد، ما ينجمش يهدر هكا تقول له اهدر باللايف يقول لك ما نجمش لا كاش، نقول له لا لا باللايف صح بلا لايف ما كان لا، وراه عندنا فيديو والله ونديرو لا طردقت. ورسلته للباجا تاع مقلي، قلت له هيا لا وراه ديره لانت راجل ما بغاش يديره، ديره ما بغاش يديره، فيديو تاع بابا العروسي لانت راجل ديره رسلته لك، مي رسلته لك شا كتبت لي؟ قلت لك دير في الخلاط، ندير في الخلاط ياه ما نديش في الخلاط، نتوما راكدين ما روحتوش عند باب ما روحتوش عندهم، على بالي بلي في الاتحادية استغليتو الفيديو، على بالي تاع بابا العروسي على بالي داير على موراه بالصورة والصوت ورابد النكوة ورابد الباسبور، وانا في القنت نهدر معاه وانا في القنت نهدر معاه يا درامي قال لك والله واحد قال لك ولدي زايد في الجزائر في وين تشوف، قال لك ولدي زايد ولدي قال لك زايد في وين تشوف، ولدي قال لك جزائري قال لك راكم طايقين الهدرة، ولدي لي فيزا فرنسا وانتوما قلتوا لا دات فيفا، وهذا الهضره والله ونديرها لا طردقت عليكم، بصح لا حنا في طول المنتخب الوطني رانا داخلين في واحد ما يقولكش بلي راه يدير في الخلاط، ما يقولكش يدير في الخلاط، قادرين ديره نورمال ما خاسر والو، حي يمشي خاسرها، المهم نكشفوا هذو الناس هذو، بصح لا عندنا منتخب هو اسبق منتخب يعني هو سبق، ماشي باغي ندير واحد الصوالح رانا مخلينا رانا مخلينا، إذ عدتم عدنا إذ عدتم سوف نعود وبالأدلة لي ولي نولي معاه، تحط الإعلام تربد إعلام بيض نربد إعلام بيض صح تولي نولي معاك، خاطش الجزائر ماهيش مكتوبة على واحد ولا على زوج، الجزائر تاع الجزائريين هذه هي، حنا الحمد لله يا ربي هذا بابا امي قويري الاول اللي هدر معاه باللايف انا هو، نقولها وبافتخار، كاين اللي يقول لك يجي يقول لك اه فلان فلان اللي عنده مصادر هذاك مو من عنده لا انتم هذه تربع غادي، قولوا لا يهدر معاه قولوا لا يهدر مع الصحافه، قولوا البابا بابا قويري لا يهدر مع الصحافه،
مي قلت له دير ليه، قال لي بوبال، بواده تاع البوبال. قال لي، قلت له الصحابه ما طال، قال لي شكون بواده تاع البوبال؟ وليت نضحك، قلت له عندك الحق والله ما غلط، بواده تاع بوبال. هذه هي تحيه الجزائر، وان شاء الله يجي الجزائر ان شاء الله. الى ما ولدتش تعايروا فيه كيما درتو العوار، قلعتو له درتوه في القائمه تاع فرنسا. هذاك اللي دارها دارها، هذاك ذاك ذاك كسموه ايتمو من هذاك. نعقل امه هضرت في الليل ولا الصباح، صباح مبكر غايضاتك شو بيه نهضر معاه. وعلى باله بلي امه، على باله بلي مو عوار، بصح ساكت على الحق شيطان اخرس. انا على كرهتهم، خاطر على بالي بلي على بالهم، واتصلوا بيها بغاوها تكذب، بصح مي صابوها صح سكتوا، مي صابوها صح سكتوا. اتصلوا بيها بغاو يكذبوني كيما داروا، بغاو يكذبوني باللي مشي انا ما هدرتش منها، يديروها الله يديروها تهدر في الهداب، ويديروا باللي مشي انا منها. بصح مي صابوها صح قالت لهم واه، ولاو يطاكوا فيها. هذا الجياح هذا على كرهتهم، اسمي بوبال هذوك.